التعليم والتعليم العالي كلنا شركاء في قضية بناء الوعي. وكان من نتاج هذه التوجيهات إصدار سلسلة تعالج قضايا الفكر الديني بصورة عصرية تراعي الواقع ومستجداته في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف. وكان نشر ذلك بناء على توجيهاتي في أكثر من مرة ولقاء أنه يوجه أننا لابد أن نراعي الواقع والمستجدات والمتغيرات في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف. وكما قال الأخ الدكتور أحمد اجتمعنا الحقيقة وكان هناك أكثر من اقتراح لاسم هذه السلسلة. وكان من ضمنها اشتباك، قلت لهم اشتباك تعني معركة وهذه مؤقتة، وكانت المعركة حينها ساخنة بيننا وبين التيارات المتطرفة والمتشددة، ولا يزال موقفنا من التشدد والتطرف قويا وواضحا، ولكن كلنا رؤية كما قال الدكتور أحمد لتتسع الجميع. هذه رؤيتنا وتحتمل رؤية أخرى وثانية وثالثة ورابعة. ولكن عندما صدرت هذه السلسلة في عامها الأول وكنا نحتفي تقريبا بأول أول ثمانية إصدارات في أولا، والله كم كنت متفائلا، ولو كان ذلك مسجلا ربما يكون باقيا. قلت لدي أمل أن هذه السلسلة كان أملا وكان تفاؤلا يصل إلى حد الرؤية أو اليقين. كان لدي تفاؤل شديد جدا رغم أن كسبنا السلاسل بدأت ولظروف ما كانت تتوقف ولا تستمر، لكن كان لدي ثقة في الله وكان لدي أمل كبير، وقلت إن شاء الله هذه السلسلة ستكون بإذن الله أفضل سلسلة في مجالها في القرن 21. والحقيقة الكلام ده في أول إصدارات السلسلة، لأنها دايما كانت من هي صادقة من الجميع، بتعاون من الجميع، بدعم من كل مؤسسات الدولة، فقلت لدينا أمل في الله عز وجل أن تكون أفضل سلسلة في مجال الفكر الديني أو الثقافة الدينية في القرن 21. وفي نحو 5 سنوات الآن تجاوزنا 200 إصدار. العام الماضي كنا في مثل هذا التوقيت نحتفل بالإصدار 150، الآن تجاوزنا 200 إصدار. لكن تحديدا احنا السنة دي تجاوزنا تقريبا بين السلسلة أكثر من 52 إصدارا بما يزيد عن إصدار كل أسبوع، يعني تقريبا لو جبت المعدلات إصدار أسبوعي من هذه السلسلة.